رفعنا تضرعاتنا إلى الرب الإله أن يقف هذا الحرب وهذا الدمار ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة. رسالتنا اليوم وصلاتنا للعالم أجمع، يجب أن يقف الحرب والدمار على أبناء شعبنا في مدينة غزة. اليوم الأبرياء يقتلوا، الأطفال، النساء، المسنين، دمار البيوت، مدن ومساحات كبيرة، هذا دمار، هذه إبادة شعب. وإحنا واثقين تماماً إنه القتل ما بيزيدنا إلا قوة، لأنه شجرة الزيتون من تقن بيها هي بتزداد قوة. مهما قتلوا منا ستثمر أشجارنا وثمارنا بأبناء أكثر، وسيأتون ليكونوا هم الذين يحرروا هذا الوطن. يعني اليوم رسالة من كنائس محافظة رام الله والبيرة إلى كنائس العالم أجمع، رسالة لإيصال الصوت الفلسطيني والحقيقة والمذابح التي تحدث في فلسطين باسم الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المتآخي دائما، هذا الشعب اللي أصله من السيد المسيح عليه السلام الذي عانى ما عانى من هؤلاء في زمن بعيد. نقول لكم بأننا معكم قلبا وقالبا، نقول لكم اصمدوا، ونقول لكم ان الظلم رح يوما ما ينتهي. نعم، ظلم ابناء شعبنا في قطاع غزة وهم الان تحت اعتى الظروف، لان لا لديهم ماء ولا كهرباء. رسالتنا من هذه الكنيسة ومن تجمع الكنائس الذي اطلق هذه الحملة لتعانق دعاء المسلمين في يوم الجمعة وصلوات الجمعة مع دعاء المسيحيين في الكنائس من أجل أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الغمة. رسالتي لابد أن نتوحد، لابد أن ننصر المظلوم، أن نتكاتف، أن نتعاضد، أن نرفع هذا الضيم عن إخواننا في غزة وفي الضفة أيضا. وضعنا ثقتنا في ربنا إنه هاي الشدة راح تزول، عشان هيك جينا نرفع الصلاة اليوم عشان نوضي رسالة واضحة للعالم كله ولكل شخص بالعالم إنه هنا في شعب بيحب الحياة، بيأمن بالحياة، بيأمن بالسلام، لكن في هناك قوة تانية عم بتحاول تفرض حالها بالقوة، تغتصب أرضنا وتقتل من أهلينا.